الأخبار. طيب دلوقتي يا مجدي احنا في الفقرة الثانية اللي هي ايربلين مود او وضع الطيران. اوكي احنا عارفين عنك انك بتحب تفصل كتير قوي. ايوه بس مين اللي دايما عارف انت فين وبتعمل ايه؟ بصراحة عترة اعز اصدقائي ودايما عارف انا فين وبعمل ايه. ايه الحاجة الثابتة في روتينك مهما انت اتغيرت؟ الحاجة الثابتة هي الفطار. فطار لازم اصحى افطر شوفان. اوكي دلوقتي اسألك سؤال، ولو انت بتصح في اوبشن انت ما تنطش ليه؟ انا عايز انط اصلا. طب اجاوب عليه بقى يعني. طيب هجاوب عليه، حاول اجاوب عليه. عشان اسمك كان ايه في الميكروفون؟ اسمي في الميكروفون كان مجدي. صح انت شاطر، بس كده كده يعني هتنزل غصب عنك. انا عايز انط، انا اكسايتد جدا. ماشي يلا بينا. احسن احساس في العالم. الجو فوق كان لطيف. ده احسن جو في الدنيا. طب يلا قول لي اخر مسلسل شفته وكلمت البطل بتاعه قلت له معجب بيه جدا. اخر مسلسل شفته كان نسيت. ناهد السباعي. ايوه اللي هو في منعرب اهلها. ايوه كلمتها وقلت لها ده احلى دور اصلا في تاريخ الدراما. ويلكم يا ويلكم على الارض، ويلا بينا نروح نحورنا بسرعه. نجوم السماء.